طبعا لا شيء محدد من جهتي الآن، لعبنا مباراتين حتى الآن لدينا نقطة واحدة. هناك بعض المشكلات الخفيفة في الفريق، مثل بعض اللاعبين مريض أو بعضهم مصاب، ولكننا مستعدون لمباراة الغد ويجب أن نفوز حتى نتأهل. We must to expect that Korea beat Iraq. That's so simple, so but so nothing special then. Ask what you want. No, no, it's not mental striker, so it's not mental point 100%. It's more than everything is maybe practice problem because ليس هناك مشكلة لا معنوية ولا ذهنية، ربما الممارسة لها دور هنا. أحمد خليل لعب 3 بطولات في خلال 3 شهور، وهناك لاعبون آخرون يمكن أن يلعبوا أيضا مكانه، ولكن هو كشاب له مستقبل في بلاده، وهناك هدافون في أوروبا يفقدون بعض الفرصة، فأحمد خليل ربما تم إجهاده في الفترة الماضية وهو ما زال شابا. Players have the chances to score. He's the future, certainly from the UAE, in UAE country. So I'm satisfied how he work, how he do. Also the other best strikers in Europe or in the world, they miss the chances. And now we are in the period like this, but regarding my opinion, he was used also too much in last 3 months. So for one. Good afternoon. I'm very happy to be here amongst our friends from all over the world. نحن أنا هنا وفريقي سعيدون بأننا هنا في هذه البطولة، وسعيدون أيضا بأننا أول المتأهلين، ونريد في الواقع أن يكون في جعبتنا 9 نقاط، لذلك غدا سنلعب من أجل الفوز، ونريد بذلك أن نحافظ على معنوياتنا عالية. الهدف هو أيضا الآن أن نتعافى، فريقنا يتعافى من الإنفلونزا التي أصابت بعضا من لاعبينا. For the Saturday's quarterfinal match.